مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، برحب بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامجنا عاش الشباب الموسم السادس اللي بنشرف بيه ان احنا بنقدمه ليكم النهارده. بنقدمه ليكم النهارده مع مجموعه من حلقات المشرفه جدا على مواسم البرنامج. يشرفني ان اقدم حلقه مهمه جدا من مجموعه من شباب الاعزاء، شباب الاكاديميه المصريه للاعلام والتنميه، اللي بيشرفوني بتقديم الحلقه. وبرحب بزميلي العزيز محمد شحاته. ازيك يا محمد؟ اهلا بيك يا محمد. اهلا عامل بيك. ايه؟ الحمد لله تمام، الحمد لله تمام. وكمان برحب بزميلتي العزيزه بسنت عبد الباقي. ازيك يا محمد؟ عامل ايه يا بسنت؟ الحمد لله تمام. وبرحب كمان بزميلتي شذا محمود. ازيك يا محمد؟ عامل ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله تمام. اخباركم يا شباب؟ الحمد لله تمام بخير. عندنا النهارده مجموعه من الفقرات المهمه جدا، الفقرات عايز اقول فقرات كده من العيار الثقيل او الوزن الثقيل والعضلات الكبيره. النهارده في اول فقرتنا هيقدمها لينا زميلي محمد. اتفضل يا محمد. شكرا ليك يا محمد، وشكرا على الكلام الجميل اللي انت قلته، وشكرا لكل الساده المشاهدين. النهارده عندنا فقرات جميله جدا. خلينا اقول كده في البدايه كده في مقوله كنا بنحب نقولها: العقل السليم في الجسم السليم. لان النهارده يبقى عندنا بطل من ابطال العالم هو كابتن اشرف فولا، شرفنا في المحافل الدوليه كتير جدا، هيعرفنا انجازاته وبطولاته، هيبقى اول فقره لينا انا ومحمد. وخلينا بقى نسيب شويه الكره الجسمانيه شويه ونروح للصحه النفسيه اللي هتقدمها لينا بسنت، زميلتي بسنت عبد البيت. اتفضلي يا بسنت. ازيك يا محمد وازيكم يا شباب؟ ان شاء الله تكون حلقه حلوه، وكنا موسم حلو وموسم قوي. طبعا احنا عارفين ان الاطفال هم زينه الحياه، وفي مقوله بتقول من شب على شيء شاب عليه. وعشان كده فقرتنا الثانيه انا وزميلتي شذا هنكلمكم عن مرحله عمريه مهمه جدا، هي مرحله ما قبل المدرسه، او زي ما بيقولوا عليها كده البري سكول. المرحله دي مهمه عشان هي بتكون شخصيه الطفل اللي بناء عليه في المستقبل طبعا هيبقى شخص سوي او شخص غير سوي. مرحله الانفصال عن الاهل، لما طبعا الطفل بيدخل الحضانه بيسيب عيلته الصغيره او العالم بتاعه الصغير، عالم بابا وماما وتيتا، وبيروح لعالم تاني كبير هو عالم الحضانه. بيبقى مش عارف يتصرف ازاي، يعمل ايه، مفيش بابا وماما معايا. ممكن ساعتها يظهر عليه بعض المشاكل السلبيه، خوف، قلق. مظبوط يا شذا؟ مظبوط يا بسنت. وعشان كده هيكون النهارده معانا ومنورانا في حلقتنا النهارده ضيفتنا سلمى عزت الاخصائيه النفسيه، اللي هتكلمنا عن مرحله ما قبل مرحله الطفوله المبكره، وهي ده اللي بتبدا من سن سنتين لسن 5 سنين. في مقوله برضو بتقول: اذا اردنا ان نحقق السلام الحقيقي في العالم فعلينا ان نبدا بتعليم الاطفال. فعشان كده هنتكلم النهارده في حلقتنا يا بسنت عن مرحله الطفوله المبكره، وقد ايه هي مرحله مؤثره مش بس في الطفل كعامه، في بس عموماً. هو بعد كده هي من اكتر المراحل المؤثره اصلا في حياه الانسان. مظبوط. انا عشان كده متحمسه جدا جدا يا بسنت لحلقتنا النهارده. وانا كمان متحمسه اسالكم بقى سؤال. وانتوا صغيرين بقى الحلقه تنال على اعجاب رضا المشاهدين ان شاء الله. وانتوا صغيرين بقى كنتوا عاملين ازاي؟ كنتوا اطفال عاملين ازاي؟ بما ان احنا هنتكلم عن فقره الاطفال. والله يعني كل واحد ليه كده حاجه كده وصغير كده، ليه ذكريات كده. انت كنت طفل شقي ولا مش شقي ولا؟ لا انا يعني كنت شقي شويه صغير، بس طبعا الواحد لما كبر طبعا. وخلينا نتفق يا شباب ان مفيش حد من اطفالنا مش شقي، كلنا اشقياء وربنا قايل لنا اولادنا. كنا لينا مواقف واحنا صغيرين بالظبط. انا كنت كمان طفله هاديه كمان يا بسنت، وكمان كنت طفله مذيعه. كنت بجيب المشط وبقف قدام المرايه واقعد كده اتخيل نفسي ان انا مذيعه، وان انا قاعده على الديسك وعماله بحاول ان انا يعني ايه اكلم واقول بالظبط كده. لا برحب كده وبرحب بالضيوف بالظبط كده. فكنت يعني كان من حلمي تقريبا وانا صغيره ان انا اكون مذيعه. وعشان كده انا بشكر الاكاديميه المصريه للاعلام والتنميه والاعلامي احمد دياب جداً. مقدم مصر الاصل، هو اللي اتاح لينا الفرصه ان احنا اتاح لينا الفرصه ان احنا نطلع قدام حضراتكم على الشاشه، وهو رئيس الاكاديميه الوطنيه للاعلام والتنميه اللي بتنتج لينا البرنامج ده. طبعاً شكرا يا بشكره جدا. طبعا بنشكر طبعا استاذنا الكبير احمد دياب اللي علمنا واتاح لنا برضو الفرصه. كل الشكر والتقدير لك. خلينا طبعا نقول مهم جدا تتواصلوا معانا على الفيسبوك من خلال صفحه برنامج عايش الشباب، تبعتوا لنا اقتراحاتكم واستفساراتكم ومشاكلكم نناقشها مع بعض هنا في البرنامج. وخلينا نقول نطلع فقره عشان كده نناقشها مع بعض. بعد الفاصل هنبتدي اول فقرتنا، يعني فقره كده ربنا يسترها على الاستوديو وعلى الناس اللي معانا وبتتفرج معانا، هينورنا بطلنا اللي مشرفنا ورافع راسنا الكابتن اشرف فولا بطل العالم في رفع في جمال الاجسام. انتظرونا بعد الفاصل.
ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الكرام في كل مكان في عالم كمال الاجسام. عالم جمال الاجسام، عالم كمال الاجسام عالم مش صغير، عالم بداخله الكثير والكثير من الكواليس اللي هنعرفها النهارده مع كابتننا الكابتن اشرف فول. اهلا بك يا كابتن. اهلا بحضرتك يا كابتن. اهلا بيك. عامل ايه؟ الحمد لله تمام، الله يكرمك. اهلا بيك يا كابتن ونورتنا برنامج عايش الشباب على قناه الصحه والجمال. الله يكرمك. الله يخليك، نورتنا. عايزين نعرف يا كابتن كده بدايات كابتن اشرف فول، لان كل بدايه وليها حكايه ونهايه. عايزين نعرف البدايه بتاع الكابتن اشرف فول. انا بدايتي في رياضه كمال اجسام ما كانتش هي دي البدايه، كان العاب ثانيه قبل كمال اجسام، كان اساسها الكوره. انا اصلا كوره كره قدم. تمام. يمكن كمان كنت سبب دخولي كمال اجسام ان انا كنت في اختبارات نادي الزمالك زمان، انا ولا زملكاوي ولا اهلاوي يعني ما بين البنين. على الحين الكوره عشان ما حدش يزعل، بس الكوره انا بشجع الكوره الجميله والله يعني. طبعا. فكنت في اختبارات، كان نجحت لاخر اختبار، وكان ما بين اخر اختبار ده والاختبار اللي قبل الاخير كان ما بينه وما بين الاختبار الاخير 10 ايام انا فاكرها. فكنا بنتمرن في نادي بولاق الدكرور، بنأجر الملعب ونلعب كوره وكده. فكان في بطوله كمال اجسام، يمكن انا شفتها بالصدفه. انا شفت الاجسام صراحه يعني حاجه أبهرتني. حاجه كده ما تتخيلهاش، صغير بقى وشايف عمالقه قدامي بالزبط. وكمان حاطين الزيت اللي هم حاطينه دون، انا ما كنتش عارف ان ده زيت، كنت بفتكر ان دي بعد ما يلعبوا الحديد الفورمه بتاعتهم او التايد اللي بتجي، وده هيبقى الشكل الجمالي بتاعنا بالظبط. بصراحه والله كنت يعني اليوم ده انا نمت بحلم بالاجسام دي، لدرجه ان والدي الله يرحمه بقى لما قلت له انا عايز العب حديد. كان كابتن اشرف طبعا عنده هدف بقى ان يوصل للناس دي ويعمل زيهم. انا من اول يوم دخلت لعبت في الجيم في كمال اجسام من وانا عندي 15 سنه، وانا بقى عندي هدف من اول يوم دخلت. يمكن انا بعتبر نفسي انا ما حققتش انجاز زي زمايلي، انا لاعب منتخب مصر وصف اول ومعايا زمايلي، يعتبر الحمد لله كل واحد فينا عامل انجاز بشكل مميز. يمكن انا مش احسنهم، بس بعتبر نفسي اميزهم في التقارب للي حواليا، لاصدقائي، لرئيس الاتحاد دكتور عادل فهيم طبعا ربنا يكرمه، والدي انا بعتبره والدي، لان طبعا هو يمكن ليه صاحب فضل كبير قوي عليا في خطواتي في البطولات وكده يعني، وتشجيعه ليا بصراحه يعني حتى هو مشكورا لما يتكلم يقول لك اشرف فولة ده ابني كده يعني. بالظبط. خليني اقول كلمه صغيره كده، ان كابتن اشرف فولة مشاهدينا الكرام اختير من ضمن احسن 100 شخصيه على مستوى العالم، 100 رياضي اختير كابتن اشرف فولة. اتفضل يا كابتن. حضرتك انا فوجئت باللقب ده، الدكتور عادل فهيم بيكلمني بيبارك لي على اللقب الجميل دون، وانا في عمري ما كنت شرف لمصر كلها طبعا يا كابتن والعالم. والله شرف لي كده. انا في اليوم نفسه مش مصدق انا في حاجه غلط، بس انا الحمد لله انا علاقتي بالناس طيبه، حتى بالاتحاد الحمد لله ما عنديش اي، من ساعه ما بدات اللعبه لغايه النهارده وانا اعتبر كابتن منتخب مصر، لان انا اقدم واحد دلوقتي في الناس الموجوده. تمام. علاقتي بكل زمايلي على كل الاطياف وكل الناس اللي انا عاصرتها في اللعبه علاقتي طيبه جدا، ما عنديش مشاكل مع حد الحمد لله. يمكن ربنا بيكافئ ان الواحد الحمد لله بيبقى اموره كلها طيبه. الحمد لله مسالم الحمد لله. لا 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 الحمد لله. ما اهم انجازات الحمد لله. طبعا بحب نسال الكابتن اشرف فودة اهم انجازات الكابتن اشرف فودة ايه في الفتره. بص انا داخليا بطولات الجمهوريه وكده يعتبر كتير، بس الانجازات الجميله اللي هي تتحسب من اول بطولات العالم، انا خدت افريقيا وخدت عرب وخدت بحر متوسط ما شاء الله. بس لما بنيجي في الاخر بطوله العالم خلاص بطل عالم، بتقول القوه بالظبط، حاجه تانية بقى خالص، في ناحيه تانية خالص. لا بالزبط. لا خلاص انت يعني شبه وصلت للقمه زي ما بيقولوا يعني بالظبط. فالنهارده بطوله العالم انا بقول اول بطوله عالم ليا، انا بعتبر ان ده كان كرم كبير قوي من ربنا، لان انا لعبت مع 63 دوله، كانت من اقوى بطولات العالم اللي اتلعبت. ما كنتش متخيل نفسي ان انا ممكن حتى اخش في الست الاوائل بجد، لان انا دول كتير، ومعقول انا هكون من ضمن حتى السته مش العشره يعني، حلمي انا جوه السته ما تخيلتش. وفي حد ذاته انجاز يا كابتن، حد ذاته انجاز كرم ربنا ان انا جوه الثلاثه دي، ده موضوع تاني. انا طبعًا. انا كل شويه وانا في كل خطوه بمشيها بحمد ربنا واشكر فضله، بحمد ربنا واشكر فضله. يمكن دي من اقوى البطولات، يمكن البطوله دي ناس كتير قوي قالت، في ناس كانت في المديرين الفنيين كانوا معترضين شويه ان اشرف ممكن يسافر ما يعملش حاجه، وفي يعتبر من ضمنهم الكابتن ياسر عبد الكريم والدكتور عادل فهيم واستاذ سامي بشير لما اتفرجوا عليا في الاتحاد قالوا لا ده يسافر.
ده المستوى اللي عامله احترافي. فكان من كلامهم هم قالوا لا ده من هنا من مصر، قالوا ده يسافر ده جوه الثلاثه الاوائل طبعا، وسبحان الله خبرتهم كانت عاليه طبعا. سافرت كنت جوه الثلاثه الاوائل حقيقي. ما شاء الله ما شاء الله، والانجاز يحسب ليك يا كابتن. خلينا بقى نروح نبدا شويه كده، نرجع ورا شويه كده، لو اتكلمنا بقى على البدايه او السن المناسب لبدء جميع الاجسام. هو احنا طبعا كنا زمان العمليه فيها اجتهاديه اكتر، لكن طبعًا النهارده العلم تطور وبقى موضوع كبير قوي في التدريب في التغذيه، سهل علينا حاجات كتير جدا. وخاصه كمان ان احنا ما كناش نعرف ان طبعا طول ما السن الصغير لسه هرمونه الطبيعي ما كملش فلازم ليه في تعامل في التدريب. وبتعرف معنا طبعا صور الكابتن اشرف هولا طبعا على الاستوديو. ليه اكيد يا كابتن، كل صوره ليها حكايه معاك يعني. حكايات جميله، ما فيش مره كده. الصوره دي يا كابتن دي كانت في بطوله ايه؟ دي بطوله الهند. دي بطوله الهند. بطوله الهند دي كنت من اقوى البطولات بصراحه يعني. ومع ذلك اللهم صل على سيدنا السلام. طيب يا كابتن، حابين نعرف مده التدريب بتاع حضرتك، المعسكرات، التعب، المعاناه اللي حضرتك بتواجهه اثناء التدريب، واثناء انت مثلا طالعين بطوله مثلا في العالم، سي مثلا هتلعب في الهند او في اسبانيا، ايه التعب اللي بتواجهه او تعب في التمرين؟ انا بعتبر ان احنا لعبتنا دي لعبه موت، وفي نفس الوقت عاملين زي المقاتلين. يمكن المعنى ده انا قلته اكتر من كذا مره، احنا مقاتلين بجد يعني. اي لاعب بيوصل لمستوى احترافي انت لو تعايشت الحياه بتاعته هي صعبه عليك. انا ايام كتير قوي كنت انا بحط دماغي على المخده بتشاهد، يعني بتشاهد. حتى كابتن واحنا معانا الصوره بتتعرض على الشاشه، يعني حتى وانت بتقول مقاتلين فعلا في اللعب وحضرتك بتلعب في مجهود ذاتي. لا ده كمان الموضوع كبير. احنا طبعا انا بيجي عليا اوقات في بطوله العالم بلعب صبح وظهر وليل، صبح وظهر وليل ثلاث مرات في اليوم. ده كده فعلا مقاتلين، ده تعب. انا عامل معسكر مغلق، لا ليا خروج ولا ليا اصحاب ولا بقاطع الدنيا كلها بمعنى صح، على سبيل ان انا عندي هدف الوقت ده. مفيش انعزال عن العالم تماما. تماما. يمكن الموبايلات معلش، يمكن ناس كتير اول ما تتصل تلاقيني ما بردش، هو مفتكر ان انا شايفه مش عايز، بس حقيقي والله ولا معاه خالص. ده التليفون في الاوكرز وقافل الصوت، وانا في حياه تانية، دنيا تانية. عشان في هدف اللي قريب مني عارف، اللي مش قريب مش عارف. بالظبط. عارف كابتن اشرف بيفكر في ايه، وايه تفكيره، وايه المرحله اللي هو داخل عليها. مظبوط. هي قصه لعبتنا احنا قتال وقوه تحمل، خاصه في التغذيه. بالظبط. النهارده كلنا ابطال وكلنا بنجتهد وكده، بس بتختلف لاعب من لاعب اللي هو عنده قوه الجلد. الجلد اللعبه عايزه جلد. ممكن لاعب يعمل فورمه مره بس تعرفش تشوفه تاني. بالظبط. لان التعب اللي هو عمله مره دي مش هيعمله تاني. انا بالنسبه لي شخصيا بحب قوي على بلدي، بحبه لما شايفه كده طالع قدامي. ليه؟ طبعا بيبقى فخر للعالم كله. لا طبعًا. انا لو كانت بطوله العالم الاكوادور لو كان جايبين الصوره عليا انا بعيط. بالزبط. عشان علمنا مرفوع. بالظبط. وبعدين احنا 13 سنه على التوالي ابطال عالم. ما شاء الله. يعني احنا اقوى دوله العربيه، يعني احنا الدوله العربيه اللي خدت بطوله العالم في كمال الاجسام. مظبوط. بالظبط كده. 13 مره ما شاء الله. وان علم بلدنا يترفع بره قدام العالم برضه يا محمد، دي حاجه يعني شرف لينا وتتحسب لنا برضه. حقيقي 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 حقيقي. بالزبط. انا بعتبر الرياضه زي السياسه. بالظبط. النهارده انا لما العالم بيترفع واحنا في حرب، هو العالم واحنا بنترفع واحنا في رياضه. بالظبط. معلش يعني كان في بطوله الاكوادور كان معانا ولد اسرائيلي، وفي صوره ليه جنبي، هو جنبي. معلش والله العظيم، عشان هو عارف ان انا مصري، والله 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 كل شويه يعمل حاجات غريبه، لدرجه ان في مره احنا قبل الماتش قبل ما نطلع على المسرح انا بننام حاطط الشنطه تحت دماغي. بالزبط. ونايم ببقى مريح نفسي لغايه ما يجي ميزاني عشان اقوم اسخن واطلع على المسرح. بالظبط. وهو ماشي ضرب الشنطه برجليه علشان من تحت دماغي. تمام. فطبعا انا مش وقت ان احنا مثلا ممكن نتكلم في حاجه خالص. بالظبط. هو كل اللي انت تبص خلاص وعلى شنطتك واقعد ساكت، مش عشان حاجه. علشان انت بتركز في هدف تاني وانت قدامك، في هدف عظيم مش فضيله. بالظبط. ولما طلعنا على المسرح، لا ده طلعنا على المسرح عايز توصل له يا فندم. ده احنا على المسرح لو البطوله موجوده، لو الفيديو بتاعها موجود، سايب اللعيبه كلها ومضايقني انا. سبحان الله. يعني ده الحرب في كل الاتجاهات صدقني والله. سايب اللعيبه كلها ومضايقني. حتى هو انت سايب مثلا ابطال، معلش انا بعتبرهم افضل مني، وماسكني انا ليه؟ ومع ذلك انا كسبانك. واخد بالك؟ يعني شوف حد تاني تكسبه. خليني اخد بقى كابتن اشرف بقى بخصوص حته المسرح دي، الوقفه على المسرح ليها طابع خاص كده في العرض. لما تقف على المسرح كده بقى لجنه التحكيم واستاد الحضور بتمثل لك ايه يا كابتن؟ ويمكن الاجسام كلها متقاربه من بعض. مظبوط. ايه اللي بيفرق كابتن اشرف فولا ان هو بيبقى اعلى؟
طيب هو احنا النهارده الحكم تحت ليه مقاييس للاعب اللي فوق المسرح بيعرف يشوفه، تمام؟ بالظبط. اول حاجه احنا بالنسبه لنا التناسق والشكل الجمالي، تمام؟ وخبره اللاعب ازاي اوصل للحكم ان انا الافضل في اوضاعي، تمام، شكلي، ابتسامتي، ان انا اوري له ان انا ده كمان اللي انا لاحظتها في كابتن اشرف، اللي انا برضه هسال كابتن اشرف عليها. السر بقى في الابتسامه بقى، ليها مضخات عند كابتن اشرف وبتمثل له ايه؟ انا الابتسامه دي انا بقول للحكم، انا بخاطبه بيها، بقول له انا يعني انا عامل عضلات وعامل شيب كويس وجاي افرجك عليه، بوصل له كده بالظبط، فبيوصل له الاحساس ده لدرجه ان اللي واخد ان انا ببتسم على المسرح. لو انا جيت في مره زي بطوله 2016 لما كان عندي اصابه في ظهري، كنت واخد مسكنات وطالع على المسرح اصلا ربنا يعلم بيا، فمع ذلك مش قادر اركز في حته ان انا ابتسم والالم تعبني، فكانت غريبه شويه عن الناس. ثابت فورمه اشرف وركزت في ابتسامته، اشرف ما بيضحكش ليه بالظبط، واخد بالك؟ فيمكن كانت من البطولات اللي كان ليها تاثير تأثير جامد جامد. تمام. عايزين نعرف يا كابتن فوائد الكرياتين في الجسم واضراره اللي اللعيبه بتاخده. تمام. هو الكرياتين مؤخرا كان نزل في الحاجات الممنوعه بالنسبه لنا في بطولات العالم بالضبط. يعني لما تاخد تحاليل ويتلاقى الكرياتين موجود في الجسم ده بيمنع اللعيب ان هو يروح البطوله، انه بيأثر عليه طبعا بره. انت بره بعد ما بتكسب بيتعمل لك تحاليل، اذا كان هو من ضمن الحاجات اللي الممنوعه بيتعمل لك وقفه 3 سنين، بيتمنع، بيتوقف 3 سنين. ليه؟ لان هو مشكلته ان هو بيرصف في الكلى، وناس كتير قوي بعيد عنه. تمام. بالضبط. احنا مش هنقول مثلا الاصحيه بتاعته والكلام ده كله، هو المشكله في ان الناس اللي بتاخد منه اوفر دوز عالي كل ده بيرصف في الكلى، مع الوقت بيحصل مشاكل لان طبيعه الاجسام مش زي بعضيها. تمام. في جسم بيتحمل وفي جسم ما بيتحملش. خلينا لو قلت كابتن اشرف اهم بقى مصادر البروتين اللي هي قبل التمرين وبعد التمرين، لان طبعا التمرين لما انت بتخش تمرين بيحتاج مجهود جامد. ايه اخد ايه قبل التمرين وايه بعد التمرين اللي هو يعوض المجهود اللي انا بذلته في التمرين في لعبه كمال الاجسام؟ لان انا عارف لعبه كمال الاجسام بتاخد مجهود يعني شاق جدا في اللعبه. مظبوط. ايه اللي بيعوض قبل؟ يعني انا اخد قبل، وايه اللي بيعوض بعد؟ طيب هو المفروض في قبل التمرين انت كده كده بيبقى عندك نسب وجبات لازم تخش جسمك على مدار اليوم، بتكون نسب محسوبه على سبيل اللي انت قدام بتحصل على شكل جمالي للجسم. بالضبط. لازم تدي له التغذيه اللي هو محتاجها. طيب قبل التمرين ده انت بتهتم بالحاجه البسيطه اللي هي تديني باور في التمرين، اللي هو ازاي الكربوهيدرات بتاعتي البسيطه تخش الجسم. لكن بعد التمرين دي عمليه البناء، يخش البروتين. بالضبط. بشكر الكابتن اشرف هودة على لقاء النهارده معانا، وإن شاء الله انتظرونا بعد الفاصل في الفقرة الثانية مع زميلتي بسنت وزميلتي شذا مع الدكتورة سلمى عزة أخصائية نفسية بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا في كل بيت وفي كل مكان، ومنورانا النهارده ضيفتنا الاخصائيه النفسيه سلمى عزت. هنتكلم النهارده عن مرحله الطفوله المبكره، وهي تعد اهم مرحله من مراحل نمو الانسان، عشان الطفل بيكبر بسرعه في المرحله دي، وكمان بيحصل تنشئة اجتماعية وبيكسب قيم كتير واتجاهات كتير في الوقت ده، وكمان بيتحول فيها الطفل من هو بيعتمد على نفسه على بابا ومامته ان هو يعتمد على نفسه. منورانا استاذه سلمى عزت الاخصائيه النفسيه، اهلا بك يا فندم. اهلا يا شذا، ازيك؟ الحمد لله. اهلا بك يا استاذه سلمى. اهلا يا بسنت. في البدايه كده عايزين نعرف ايه هي مرحله الطفوله المبكره. تمام. اول حاجه المرحلة دي هي أهم مرحلة ممكن الطفل يمر بيها في حياته، هي اسمها يعني علميا مرحلة الطفولة المبكرة، دي بتبقى من سن 2 لـ5 سنين. تمام. كل تفصيلة، كل يعني كلمة، كل هفوة بتتزرع في الطفل في المرحلة دي بيكون ليها بناء عليها بتتكون شخصيته وطريقة تفكيره، وإزاي بيتعامل وإزاي بيواجه مشكلاته. بيبقى الطفل دايما بحب أوصفها إن هو يعني بيبقى عامل زي السفنجة، بيمتص كل حاجة. حلو. فلازم أكون أنا واخدة بالي كويس جدا جدا في تربيته في المرحلة دي، ولازم أكون مركزة معاه من جميع النواحي. تمام. أول حاجة برضو
في برضو نقطة مهمة ان المرحلة دي انا بهيئ الطفل لدخوله المدرسة، مش بس بهيئه من الناحية الأكاديميك، لا طبعا انا بهيئه برضو من الناحية الاجتماعية، ان انا يعني برضو هو ده عالم خارجي، يعني ده عالم خارجي، عالم مختلف عنه، هو طول الوقت مش شايف قدامه غير بابا وماما وتيتا وجده. صحيح. فبالتالي ايه لازم ان انا اهيئه للعالم التاني عشان يقدر يكون علاقات ويعرف ازاي يتعامل مع الناس اللي حواليه من اقرانه او سواء برضو من اقرانه او اكبر منه. مظبوط صحيح. بالظبط كده. انا بس كنت عايزه اسال حضرتك سؤال، امتى الطفل بيبدا يتكلم وامتى اقول ابني او بنتي متاخرين في الكلام؟ عشان دايما الماماز بيبقوا قلقانين قوي، ده سنه ومبقاش يتكلم، سنه مبقاش يقول كلام، فامتى الطفل بيبدا يتكلم؟ طيب الكلام من ابتداء هو طبعا ده بيختلف عن الاولاد والبنات. يعني مثلا معروف دايما ان البنات بيتكلموا اسرع من الولاد وبيتعلموا اسرع من الولاد. انا عارفه ان في ناس كتير هتزعل من الكلام ده، بس احنا ايه دايما بادئين وسايبين كل حاجه. طبعا ده البنات هيحبوني قوي على فكره. مثلا لكن احنا لو هنتكلم في الطبيعي، يعني من ابتداء مثلا من سنه بيبتدي الطفل يقول من كلمتين لاربع كلمات من سنه. لو مثلا على حسب الولاد والبنات، ممكن مثلا من سن سنه البنت تبتدي تتكلم، من سن سنه الولد من سنه ونص. تمام. بعد بقى سنه ونص او سنتين من 10 ل 20 كلمه. بعد سنتين ونص يبتدي يلضم الكلمات في بعضها ويكون جمل. 3 سنين يبتدي يعبر عن نفسه. تمام. طيب. امتى بقى اقول السؤال اللي كانت شازا بتساله لي؟ أيوة. امتى اعرف ان هو متاخر في الكلام؟ الكلام بالظبط. تاخر الكلام ده هو ممكن يبقى مشكله نفسيه او مشكله عضويه. طيب امتى اقدر اعرف ان كانت هي مشكله نفسيه او عضويه؟ لو مشكله عضويه يبقى الطفل انا ما بسمعلوش صوت نهائي من الاول اصلا. ما بسمعلوش صوت. لكن انا لو لقيت مناغاه، يعني في اطفال، في مثلا طفل عنده 3 سنين بيناغي. أيوة. هي المناغاه لا، هو ما عندوش مشكله عضويه، المشكله عنده في الحاله دي نفسيه. تمام. هتبقى محتاجه طبعا يعني حد تخاطب متخصص هو اللي يقدر يحل المشكله دي. تمام. طب احنا معانا دلوقتي مداخله تليفونيه من مدام آية وليد امر. الو. ايوه يا فندم. انقطع الخط. اوكي انقطع. حاولي تكلمينا مره ثانيه. حاولي تكلمينا ثاني يا مدام ايه، حاولي تكلمينا ثاني. احنا كنا بنتكلم بقى عن المشاكل النفسيه اللي ممكن الطفل يقابلها فبالتالي يتاخر في الكلام. عايزين نعرف بقى احتياجات الطفل النفسيه في المرحله دي بتبقى ايه؟ الطفل في المرحله دي بيبقى احتياجاته النفسيه كتير جدا. تمام. بيبقى محتاج حب وبيبقى محتاج امان وبيبقى محتاج دعم نفسي. لكن احنا اهم حاجه الطفل بيكون محتاجها في المرحله دي هو تقدير الذات. تقدير الذات بمعنى الزيت. بمعنى ايه؟ الطفل بيبقى دايما محتاج اللي يقدره، بيبقى محتاج ان هو يحس ان هو ليه قيمه. تمام. طيب انا اقدر ازاي ان انا اتعامل مع ابني او ازاي ان هو يكون عنده تقدير الذات؟ مبدئيا اول حاجه لازم اقدره. صحيح. تمام. علشان يقدر نفسه. ماشي طبعا. انا لو ما قدرتوش هو عمره ما هيقدر نفسه. أكيد. دي حاجه. لازم ان انا اهتم بكل مشكله، اي مشكله في اي وقت انا حسيت ان عنده مشكله اقعد معاه واسمعه واتكلم معاه، حتى لو كانت مشكله صغيره حتى او لو كانت ايا كانت تافهه. احنا يعني دايما ايه، دايما في نصيحه كده انا بحب اقولها، حطي نفسك مكانه. تمام. انت لو شايفه اللي هو، لو انت شايفه اللي هو شايفه هتتوجعي. تمام. طبعا. فده نقطة مهمة جدا، لازم ان انا اهتم بكل مشكلة بتواجه ابني. لازم ان انا مثلا هو لو قاعد بيلعب وفرضا مثلا جه قال لي يا مامي ايه رأيك في اللي انا عملته ده؟ تمام. اقول له برافو، اشجعه واسقف له. تمام. محبطوش يعني. تمام. مكبتوش فكرة ان انت لا، ايه القرف اللي انت عملته او انت بتعمل ايه او الكلام ده، لا طبعا. تمام. دي مشكلة. اوكي. انا عايزه برضو اسالك عن دور الاخصائيه النفسيه قد ايه مهم في الحضانات او في البري سكول قبل المدرسه وكده. تمام. اول حاجه انا بطالب من كل حضانه
يعني انا بتمنى ان ده يعني يتعمل، ان زي ما انا بدخل ابني حضانه او زي ان الحضانه دي مكان انا بهيئ الطفل اكاديميا تمام علشان يدخل المدرسه، مهم جدا جدا تواجد اخصائيه نفسيه في المكان لاسباب كتيره جدا. في اطفال بتبقى عندها مشاكل، احنا بنلاحظ انا ممكن بالصدفه ابقى قاعده مثلا وبعد كده الاقي تصرف ممكن يكون السلوك ده اب وام ما ياخدوش بالهم منه، صح، فاكتشف لا التصرف ده او السلوك ده وراه كارثه او وراه مشكله، بلاش اقول كارثه عشان الناس ما تتخضش، بس هو وراه مشكله فلازم اكون واخده بالي، يعني لازم فكره ان انا ايه احط ايدي على المشكله عشان تتعالج تمام. فتواجد، فطبعا تواجد الاخصائيه النفسيه في المكان ده حاجه very important، حاجه هي اصلا يعني مفيده جدا جدا من الناحيه من جميع النواحي طبعا تمام. برضو فكره ان في اولياء امور كتير بيبقوا محتاجين ايه اللي هو ان احنا نفوقهم شويه، خلي بالك انت ابنك عنده، علشان طبعا لو دخل المدرسه بالمشكله مش هيقدر يتواصل، هتكبر معاه ممكن وهتكبر بعد كده لو محدش اخد باله منها طبعا هتبقى مشكله كبيره جدا، وممكن المشكله تمام. تكبر معاه واصلا في المدرسه يلاقي نفسه ضايع. تمام، ازاي بقى نعزز سلوك طفل لما مثلا يعمل حاجه كويسه، يوضب اوضته، يشيل الحاجه يرميها في الباسكت، وازاي كمان نعاقبه من غير ما نسبب له اي مشكله، اي ضرر نفسي او ضرر جسدي؟ طيب خليني اتكلم معاكي واحده واحده. اوكي، اول حاجه في موضوع الثواب والعقاب، انا كلمه عقاب دي نفسي تتشال من قاموس التربيه كله اصلا تمام. احنا كلمه عقاب دي لو اخذنا بالنا يعني لو جينا شفنا تفسيرها في المعجم معناها ايه اصلا، معناها اللغوي، هنلاقي ان معناها ان انا اسبب للي قدامي اذى عشان هو سبب لي اذى. اوكي تمام. يعني من الاخر هو موضوع انتقام تمام. فكلمة عقاب لا، انا ممكن نشيل كلمة عقاب ونقول بدلها عاقبة. يعني ايه عاقبة؟ دلوقتي الطفل هو عمل سلوك مش كويس، اوكي، انا لازم اوصل له فكرة ان انت السلوك ده هيبقى نتيجته مش كويسة، عواقب الموضوع. عواقب الموضوع. طيب احنا رجعنا تاني، التليفون رجع تاني، مدام آية ولية امر، اهلا بحضرتك يا فندم. الو مدام آية معانا؟ الو، في مشكله تقريبا في الاتصال، مش عارفه في مشكله في الاتصال. مدام آية، الو الو، مساء الخير. مساء النور يا فندم. ازيكم، ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله، تمام بخير. طبعا ميرسي انكم مستضيفين مس سلمى. طبعا احنا كيد كاسل، انا يعني معاهم من اول ما بدانا مع ادم. بصراحة هم مهتمين اهتمام بالولاد فظيع من ناحية الأكاديميكس والتربية وكل كل الأنشطة اللي بتتم جوه الحضانة، بتساعد الولاد ان هم يكبروا ويفهموا، حتى بتعمل لهم كاركتر مختلف. يعني ادا مش اول مرة حضانة، بس الحضانة دي مختلفة، حسب فرق في شخصيته، حتى بيحترموا اختلاف الولاد حسب قواعدهم وتفكيرهم وكده. وطبعا اي كومنت بيسمعوه بيبقى في استجابه على طول. طب مدام آية، شايفه دور الاخصائي النفسي قد ايه مهم، وقد ايه استاذه سلمى بتتعب مع الاولاد، وقد ايه هي، انا عارفه ان استاذه سلمى بصراحه يعني ربنا يعني يفرحها كده ويفرحها هي كمان، يعني اخواتها الصغيرين، مش عايزه اقول اولادها عشان سلمى صغنطوطه يعني فهي قولي لي كده، يعني انت شايفه ان الدور فعلا الاخصائي النفسي مهم في كل قبل المدرسة وكده في كل الحضانات؟ بصي، هو اكيد، لانه انا مثلا في التعامل مع ادم في الاول كنت حاسة ان في مثلا بيسمعش الكلام في حاجات معينة. هو بياخد يعني رغم سنه الصغير بيبقى عايز يعمل حاجة بطريقة معينة. فلما رجعت للحضانة ورجعت للأستاذة سلمى، قالت لي انه كل في اختلاف شخصيات، وازاي اقدر اتعامل معاه، وازاي اقنعه، وإني مش لازم أجبره، مش لازم كل حاجة مثلا أوردر، لا أنا بعيده نتيجة تصرفاته. فده ساعدني كتير، يعني إنه حد يبقى فاهم في السايكولوجي بتاعت الولاد.
ده بيساعد البيرنت كمان يعني ان هو يبقى مع الولاد فاهم هو بيعمل ايه يعني. شكرا جدا لحضرتك بصراحة، بشكر حضرتك جدا على المداخلة التليفونية، وميرسي جدا يا مدام آية. وتقدروا تتواصلوا معانا، الأرقام ظاهرة على الشاشة، تتواصلوا معانا على الهواء مباشرة. إزاي ممكن أتعامل مع الطفل العنيد؟ قوم رتب أوضتك، لا قوم أنت مش أكلت ما غسلتش طبقك ليه؟ مش هغسله. إزاي ممكن أتعامل مع الطفل العنيد؟ انتوا اللي بتجيبوا لنفسكم الكلام على فكره. المامي زي اللي بتجيب لنفسها الكلام. طب نعمل ايه؟ طيب خليني اصدمك. تمام، العند ظاهره صحيه جدا، مش حاجه وحشه، مش حاجه بعبع زي ما كتير جدا جدا من الامهات بيقولوا. يعني كلمه لا حلوه، لا انا فكرت لا حلوه في اغنيه عبد الحليم بس. لا لا افهمك. بصي، العند الطفل العنيد ده مبدئيا شخصية قوية جدا، شخصية عايزة تعتمد على نفسها، شخصية عايزة تستقل بنفسها، ودي حاجة كويسة. أنا ابني الثلاث حاجات دول لو زرعتهم فيه من وهو صغير لما يكبر هيبقى إنسان هايل. تمام، وهيبقى إنسان سوي. تمام، وهيعرف يواجه الحياة صح. بس هي المشكلة فين؟ المشكلة في إن أنا أتعامل إزاي بقى مع ابني وهو كده. تمام. طيب انا لو سبته يعمل اللي هو عايزه من ناحيه هيطلع شخصيه متمرده جدا. يعني انا مش هعرف اسيطر عليه، هيجي عليا وقت خلاص هيبقى ملوش كبير زي ما بيقولوا. ومن ناحيه تانية لو انا قعدت اكبته، يا ماما انا عايز اعمل كذا، لا يا ماما انا عايز اروح المكان الفلاني، لا 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 لا، هيطلع شخصيه هشه ومش واثقه في نفسها. لو جيتي في يوم من الايام خيرتيه ما بين حاجتين هيقف كده يقول لك، هيكون متردد، طيب اختاري لي انتي، اصلي مش عارف، اصلي مش متاكد. ايوه تمام. ايه الحل؟ الحل ان انا مبدئيا يكون في بيني وبينه لغه حوار. في كل حاجه مش في العند بس، لازم ان انا ابني يكون في بيني وبينه لغه حوار. ده رقم واحد. رقم اتنين مهمه قوي قوي قوي، ان انا اخيره. يعني حته الاختيار دي مهمه. تمام، هو نفسه لما انا اخيره في كل حاجه، مثلا لو انت حابب تاكل ده ولا تاكل ده، طب تلبس الطقم ده ولا تلبس الطقم ده، طب تيجي نتفسح في المكان ده ولا في المكان ده، دي حاجه هتديله ثقه في نفسه وهتحسسه ان لا ماما عامله لي قيمه. بالظبط، فهماني؟ فبالتالي هيبطل عند ويكون شخصيته بقى. ويكون شخصيته. تمام؟ تمام. ازاي بقى نهيئ الطفل لاول يوم دراسه، او اول يوم يعني سوري في الحضانه؟ طبعا اول يوم في الحضانه اي طفل بيبقى ماسك في باباه ولا في مامته ويفضل يعيط ويبقى خايف، نعمل ايه بقى؟ هو المشكله دي الطفل بيبقى فيه حاجه، هو مش مرض، هو ظاهره طبيعيه اسمها قلق الانفصال. قلق الانفصال ده هو ناس كتير قوي لما تيجي تسمع قلق تقول ايه ده قلق يعني مرض او اضطراب، لا القلق الانفصال هو ظاهرة طبيعية جدا. الفكرة ان اعراضها لما بتزيد عن حدها ساعتها بنقول ده مرض ولازم يتعالج او لازم حد متخصص. تمام، الطفل بيبقى امر طبيعي جدا، ما بيبقاش اول لما بيفتح عينيه على الحياة ما بيشوفش قدامه غير بابا وماما. ما بيستمد كل حاجة من بابا وماما، بيستمد الامان من بابا وماما، فامر طبيعي لما يلاقي بابا وماما مش موجودين هيخاف ويقلق ويتوتر. تمام، فده امر طبيعي. احنا عامه الاطفال في الحضانه مثلا عندنا ممكن طفل يجي اول يوم اول يومين يقعد يعيط، هو بيبقى خايف علشان ده مجتمع. الفكره ان الكوميونتي دي غريبه عنه، ناس اول مره في حياته يشوفها، لكن مع الوقت بيبتدي يتعود على المكان، بيبتدي يحب المكان، بيبتدي يعمل علاقات، فهو بيبقى حابب مروحه الحضانه. لكن لو الاعراض بقى زادت عن حدها، يعني الولد مثلا خوفه بقى طول الوقت خايف، طول الوقت ما بيبطلش عياط، بيجيله، في اطفال بيجيلها تبول لا ارادي، في اطفال مثلا بيجيلها كوابيس، مجرد وهو نايم، مجرد لو الام قامت من جنبه ينهار ويعيط، لا في الحاله دي انا اقول ده كده وصل للدرجه اب نورمال ومحتاج فعلا لاخصائي او لدكتور، محتاج دكتور او اخصائي. اوكي طيب، انا برضو عايزه، احنا اتكلمنا عن قلق الانفصال، طيب انا ازاي كماما او كبابا ااهل الطفل
ان هو يستعد ان هو يواجه حياته في الحضانة، او يواجه يعني انا كان عالمه صغير، عالم بتاعه صغير، تيتا جده ماما بابا، ازاي ان انا اهله او اخليه مستعد ان هو يواجه الحياة بعد ما ينفصل عن بابا ومامته؟ لازم ان انا مبدئيا اعرفه، يعني زي ما قلت قبل كده في جزء العند، لازم ان انا يكون في ما بيني وما بين ابني لغة حوار، لازم ان انا اتصاحب عليه، تمام؟ لازم ان انا احاول ان انا امهد له، ما فاجئوش، يعني ما يبقاش ايه هو طول الوقت او طول حياته ما بيشوفش غيري وغير ما بيشوفش غيري انا وبابا، تمام؟ المجتمع الصغير ده ما ينفعش ان انا فجأة اسحبه على المجتمع الكبير، طبيعي جدا هينهار. فلازم ان انا ابتدي اعرفه ان انت داخل على مكان جديد، تمام؟ هتلعب، ماشي، انت هيبقى ليك هناك صحاب، هتلعب معاهم، هيكون ليك تيتشرز، هترقص، هتتعلم حاجات، هترقص معاهم. انا بحب جدا على فكره ارقص مع الولاد، يعني من ضمن الحاجات الانشطه اللي من الاكتيفيتيز على فكره، الحاجات احسن حاجه تطلع الكبت الرقص، طبعا جدا بيبقى هم كبار كمان، طاقه كبيره جدا، بيبقى جواهم كميه باور رهيبه، فاحسن حاجه اقدر اطلع بيها الباور هو الرقص، الرقص او الرياضه. الرياضه طبعًا. لا بس طبعا الاطفال ولا كبار عندهم خلق يلعبوا رياضه، كلنا بنحب الرقص، كلنا بنحب الرقص. ده الفكره. فانا علشان كده لازم، لا يعني لازم ان انا اتكلم معاه وامهد له كل حاجه هو داخل عليها. ممكن اخده واحنا رايحين مثلا نقدم للحضانه، اخده واحنا بنروح نقدم الحضانه، ده اللي بيحصل فعلا. ايه رايك فعلاً. ما هو فعلا كل بارنت بتيجي، هو اصلا الطفل طبعا لازم يتعمل له انترفيو، لازم ان انا اعرف هو مستواه بيتكلم كويس ولا لا، من الناحيه الاكاديميك اخباره عامله ايه، صح. الكلام ده كله. طب ممكن حضرتك تقول لنا بس تبس سريعه كده عشان وقت البرنامج لاولياء الامور علشان تربيه اطفالهم في مرحله الطفوله المبكره؟ تمام. اول حاجه انا في نقطه مهمه جدا جدا عايزه ابلغها للاب والام، المسؤوليه بينك وبينها مشتركه، تمام؟ محدش يقول لا ده دورك. انا الكلام ده للرجاله اكتر على فكره، اكتر. لا بصراحه يعني هو رجاله هيزعلوا مني، بس معلش يعني خلينا صراحه، خلينا صراحه، تمام؟ مبدئيا انا لازم اكون ايه واخد بالي ان المسؤوليه ان ده ابني زي ما هو ابنها، فما فيش حاجه اسمها لا ده دورك انت او ده شغلتك انت، تمام؟ تمام. فدي نقطه اول حاجه. تاني حاجه القدوه الحسنه، طبيعي يعني كل حاجه الاطفال في المرحله دي بيحاكوا بيقلدوا، تمام. اكتر حاجه بيعملوها التقليد، ففكره ان انت تتعصب العنف والعصبيه ممكن زي ما هو زي ما الاطفال بيتعلموها من الكرتون، تمام. وبيتعلموها من الافلام، تمام. انت ممكن برضو هم يتعلموها من الاب، يعني اهم حاجه ان الاب والام يكونوا متشاركين في المرحله دي في تربيه الطفل، ودي اهم مرحله ان الاب والام يكونوا متشاركين فيها. في نهايه فقرتنا احب اشكر استاذه سلمى عزت الاخصائيه النفسيه على وجودها معانا النهارده، وبنكرر شكرنا للاكاديميه المصريه للاعلام والتنميه والاعلامي احمد دياب مقدم برنامج مصر الاصل، وهو اللي دربنا علشان نظهر لحضراتكم على الشاشه. بنشكره على تشجيعه لينا وانه اتاح لينا الفرصه ان احنا نظهر قدام حضراتكم. استنونا الاسبوع القادم ان شاء الله وحلقه جديده وشباب جديد من طلاب الاكاديميه المصريه للاعلام والتنميه وبرنامج عاش الشباب.